اليوم حنعمل تيست على برنامج بيبر ستريم كابشر ونشوف كيف برنامج بيبر ستريم كابشر بيساعدنا على تنظيم اوراقنا وملفاتنا بشكل فعال. نفترض انه في عندي فواتير شهريه وانا محتاج اني اعمل سكان او مسح ضوئي لهذه الفواتير وبعدين ارتب هذه الفواتير بشكل تلقائي في داخل ملفات مجلدات فولدرز بناء على الشهر. فعلى سبيل المثال الفواتير حيكون شكلها كالتالي حسب الأشهر: فواتير جانيوري، فواتير في فبروري، فواتير في مارج. طبعا حتى نقوم بهاي العملية هنستخدم شيء بنسميه separators. separator هو عبارة عن document بيكون عليه باركود. على سبيل المثال هنرتب الأوراق ونحط separators بين هذه الأوراق اللي هي الفواتير، بحيث انه الشكل النهائي لمجموعة الأوراق اللي هو الباتش يكون في الشكل التالي، عبارة عن separators وبعديها كل separator بعدي الفواتير الخاصة فيه. فمثلا شهر جانيوري هذا separator الباركود بيحمل المعلومة اللي هي اسم الشهر، حيكون بعديها نرتب بعديها الفواتير الخاصة بشهر جانيوري. فبروري حتكون فواتير فبروري الى اخره بنفس الطريقه، ومارج. بعدين حنشغل برنامج البيبر ستريم كابتشر ونبدا بالخطوات اللي عن طريقها حنعمل كرييت لاب بروفايل يساعدنا على تنظيم اوراقنا او فواتيرنا بالطريقه المطلوبه. بنروح على المنيو، كليك على كونفيجر بروفايلز بلس ساين، هيفتح عندي شاشة فيها الخطوات الخمسة أو الستة تقريبا، خمسة، والخطوة السادسة هي عبارة عن تيست اللي هي عن طريقها بنقوم بعمل البروفايل الخاص. على سبيل المثال نسميه invoices based on month. ممكن نختار ايكون خاص بهذا البروفايل وننتقل على الخطوة التالية. في السورس بنحدد السكانر اللي حنستخدمها. الان اذا كان في عندي اكثر من سكانر اتاتشد على البي سي فمفروض يطلع عندي اكثر من سكانر، ونختار السكانر اللي حنستخدمها في هذه العملية. اذا كنا محتاجين نعالج الصور بحيث انها تعطيني اكبر دقة او افضل صورة ممكنة، في بعض الاحيان تكون الاوراق الاصلية فيها مشاكل، فعن طريق البيبر ستريم اي بي ممكن نقوم بهذه المهمة. نضغط على زر edit، تفتح عندي شاشة البيبر ستريم اي بي، وفي هذه الشاشة بعدل في السيتنجز حسب طبعا حسب الكواليتي اللي انا محتاج اعرض فيها الصوره. بعدين ننتقل للخطوه اللي بعديها او الخطوه التاليه اللي هي الديستنيشن. في خطوه الديستنيشن بحدد المكان اللي راح نحتفظ فيه الاوراق فيه. فعلى سبيل المثال اذا كان لوكال فولدر نختار فولدر، ممكن نختار شيرد فولدر يكون على سيرفر، او ممكن اذا كان في شير بوينت او ممكن دايركتلي تو ايميل، فهذه الاوبشنز كلها متاحه. خلينا نختار فولدر. بعدين حنختار نوع الاوتبوت للملفات على سبيل المثال بي دي اف، ومن الاوبشنز ممكن نختار انه البي دي اف تكون سيرشبل بحيث انه نقدر نعمل سيرش في البي دي اف نفسه. اوكي، بعدين ممكن نختار المكان اللي حيكون فيه الفولدر. فعلى سبيل المثال خلينا نختار فولدر على الديسكتوب، كرييت نيو فولدر على الديسكتوب نسميه انفويسز. نختار الانفويسز. هون حنختار او حنسمي يعني الطريقه اللي حيتم تسميه اسم الملف فيها، لكن هاي الشاشه حرجع لها بس بعد الخطوتين التاليتين لانه في اشياء معينه حنسويها في هذه الشاشه.
حننتقل للخطوة اللي بعديها اللي هي خطوة الميتا داتا. الميتا داتا اللي هي حقول الفهرسة. الآن احنا من الفواتير ممكن محتاجين ناخد معلومات معينة. على سبيل المثال لو رحنا شفنا فاتورة، ممكن انا محتاج اخد رقم الفاتورة، مثلا البوستال كود، اسم الشركة، التوتال اماونت للفاتورة على سبيل المثال كحقول فهرسة. فهاي المعلومات اللي نعرف البيبر ستريم على الفورم تبع الفاتورة ومنه نستخرج هاي المعلومات. الآن ححط الفاتورة في السكانر وأعملها سكان فاتورة واحدة طبعا، حتى أعرف الفاتورة هاي as a template في البيبر ستريم كابتشر، ونضيف حقول الفهرسة. فعلى سبيل المثال هاي أول حقل فهرسة نسميه مثلا invoice number. منروح الآن على define area عشان نعرف الفاتورة، نضغط على الايكون add. الآن السكانر حتعمل سكان للفاتورة ومنها حأبدأ أعرف الحقول الفهرسة اللي احنا محتاجين انها تكون في الداتا. اذا بنلاحظ الان هاي شكل الفاتورة، حنحدد اول حقل فهرسة، نضغط على draw zone مثلا رقم الفاتورة بالشكل. طبعا مهم جدا انه الفواتير تكون كلها في نفس الفورمات. الان الـ OCR engine قرأ المعلومة هاي وتعرف على حقل الفهرسة هذا، فحيربط الزون هاي المكان هذا حيربطه في حقل الفهرسة اللي هو invoice number. ومنضيف حقول الفهرسة التالي بنفس الطريقة، خلينا نسميه company name. نفس العملية المرة الثانية. طبعا اوريدي احنا الفاتورة كتمبلت صارت معرفة في البيبر ستريم كابتشر، فما في داعي انه نعملها سكان مرة ثانية، بس حنحدد المكان اللي فيه اسم الشركة. فعلى سبيل المثال بالطريقة هاي حيقرأ اسم الشركة وبعدين return، ونضيف حقل الفهرسة الثالث اللي هو مثلا postal code. المرة هاي ممكن نحدد نوع الحقل يكون باركود اذا حابين، ومنحدد الباركود هذا بحيث انه يقرأ منه المعلومة. فلو رجعنا مرة تانية على البوستال كود، منحدد التايب باركود. طبعا هاي انواع الباركود اللي ممكن يقرأها البيبر ستريم كابتشر. نرجع الديفاين اريا draw zone على الباركود اللي هو في معلومة البوستال كود، فمنلاحظ انه قرأ من الباركود معلومة رقم البوستال كود اللي هو 10122. return. الان ربط الحقل الفهرسي هذا في الباركود. ممكن نضيف اخر حقل فهرسي اللي هو مثلا total amount، ونحدد زون الـ OCR. بعدين نروح Define Area Draw Zone، نختار المكان هذا اللي حيقرأ منه قيمة الفاتورة. زي ما نلاحظ قرأ قيمة الفاتورة ونرجع ريتين. الآن صار عندي أنا أربعة حقول فهرسة، أربعة Index Fields أو Metadata. هذه حنشوف كيف حنستخرجها ونحطها في اكسل فايل لعمليات الأرشفة، ممكن لحفظ البيانات، لعمليات الاسترجاع الى اخره. الان انتهينا من عملية تحديد حقول الفهرسة، ننتقل العملية اللي بعديها اللي هي
تعريف بيبر ستريم على السيبريتر، ورقة السيبريتر. طبعا ورقة السيبريتر زي ما شفناها عبارة عن ورقة عادية مطبوع عليها باركود. الباركود بيكون في معلومة معينة، في هذه الحالة اسم الشهر. طبعا هنحدد نوع السيبريشن، الدوكيومنت سيبريتر هو باركود. طبعا بنلاحظ انه هاي انواع الباركودز اللي ممكن يقرأها. بنختار ديليت سيبريتر عشان ما يطلع عندي في الاوتبوت اللي هو دوكيومنت سيبريتر. بنفس الطريقة ديفاين اريا، بنكليك على الاد بوتون حتى يعمل سكان للفورم تبع السيبريتر. الان السكانر حتعمل عملية سكان للدوكيومنت اللي فيها الباركود، وبعدين حنحدد باستخدام الدرو زون حنحدد مكان الباركود اللي هو بالشكل هذا. بنلاحظ انه هو قرأ المعلومة المخزنة في الباركود جانيوري. نرجع ريتيرن، الان صار عندي بيبر ستريم متعرف على الباركود دوكيومنت اللي فيها الباركود. وتقريبا احنا بهاي الخطوات عرفنا البيبر ستريم على نوع الفواتير او شكل الفواتير التمبلت، وعرفنا الباركود سيبريترز. نرجع الان على الديستنيشن. في الديستنيشن احنا اخترنا هذا الفولدر، ولكن لازم هون نحدد كالتالي سلاش، وفي هذا المكان نختار نيم رول، ومنختار document separator value. طبعا هذا document separator value هي قيمة او المعلومة اللي حيقرأها من الباركود اللي هي الاشهر، وعلى اساسها بيروح البيبر ستريم بيعمل كرييت لفولدرز بناء على هذا الاسم. طبعا بعدين ممكن هون نحط سلاش. اذا ملاحظين الباث واضح عندك هون ببين لك الباث اللي حيكون في الترتيب الفايلات. ممكن نحط هون على سبيل المثال ريليس تايم اللي هو وقت السكان تايم اللي تم عمل السكان تايم له، وبعدين دوكيمنت كاونتر مثلا نحط اندرسكور بالشكل هذا. بعدين نختار اوتبوت اندكس انفورميشن، هذا الاكسل شيت اللي حنختار حيحط لي فيه المعلومات اللي حيعملها اللي حيقرأها من الفواتير. بنروح على سيلكت داتا، ممكن نختار هون الفيلدز اللي احنا بس محتاجينها، مثلا انفويس نمبر، كومباني نيم، بوستال كود، توتال اماونت، بالاضافة الى الباث اللي موجود في الايمج. ممكن ديت تايم، فول باث، فايل نيم، نضيفهم. هذول حيظهروا عندك في الاكسل شيت. نختار الاوتبوت فيلد نيم تو ذا فايل هيدر بحيث انه يظهر عندي اسماء العواميد او الكولومز في الاكسل شيت بنفس هذه الاسماء. اوكي، وممكن نعطي اسم للاندكس فيلد الفايل اللي هو الاكسل فايل اللي حيطلع عندي حسب الاسم اللي انت بتشوفه مناسب. تقريبا في هذه الخطوات احنا انتهينا من عملية انشاء البروفايل. بالتأكيد next next بعدين save. الان صار عندي بروفايل، اذا ملاحظين اسمه invoices based on month. الخطوة الان حنحط الباتش او مجموعة الاوراق بالترتيب اللي ذكرناه اللي هو السيبريترز، بعدين الفواتير الخاصة بشهر جانيوري، بعدين سيبريتر فبروري والفواتير الخاصة بفبروري الى اخره. ضغطة زر واحدة على هذا البروفايل حتبدأ الاسكانر عملية الاسكان، وحنشوف كيف حيبدأ يرتب لي الفواتير بيزد على الشهر بالإضافة للمعلومات اللي حنستخرجها من الفواتير.
إذا بنلاحظ الآن على العمود اللي على اليسار أو البانل اللي على اليسار بدأ عملية الإسكان. بنلاحظ ترتيب الفواتير بيزد على الأشهر، جانيوري الآن فاتورتين في جانيوري، فبروري فاتورتين في فبروري أو ثلاثة، بعدين مارش، انتهت عملية الاسكان. طبعا احنا هون ممكن انه في براوز نحكي له all in one، فحيظهر لي الاندكس فيلدز اللي اضفناها. طبعا في بعض الاحيان بسبب انه اللي دروزون اللي عملناها بتكون مش دقيقة، اذا ملاحظين هون قرأ حرف الاي مع الارقام، ستيل احنا عندنا القدرة انه نعدل عليها بشكل مانيوال. مثلا اسم الشركة اخذ حرف واي معاه، ممكن نعدل عليها، الباقي صحيح، وهذا شيء مع كل ال ممكن انه نعدلها في كل الفواتير بالشكل هذا. طبعا في بعض الاحيان ممكن في معلومة اصلا ما قرأها، فاحنا ممكن نضيفها بشكل مانيوال حتى نضيفها على البيانات اللي احنا محتاجينها. وهيك الداتا بتكون كليند. فالان نضغط على زر كومبليت باتش، يفترض الان انه حيقوم بعمل الفولدرز او المجلدات، وبعدين اضافة ترتيب الفواتير حسب الطريقة اللي احنا حكيناها. طبعا باتش مانجر ممكن انت تشوف منه البروسيس او البروجريس اللي هي للباتش. بهيك طبعا انتهت العملية. الآن إذا رحنا على المكان اللي خزننا فيه والفولدر اللي هو invoices، بنلاقي إنه صار في عندي ثلاث مجلدات جانيوري، حيكون في فواتير جانيوري بالشكل هذا. إذا ملاحظين فواتير جانيوري، طبعا searchable PDF، يعني ممكن Ctrl F يكون الفايل searchable. تقدر تعمل سيرش على الكلمة اللي انت بدك اياها، مثلا AAA، هتلاقي انه راح يعمل سيرش على اسم الشركة والى اخره. هتلاقي في فبروري نفس الشيء، وفي في مارش نفس الشيء. الان هذه الاندكس فايلز اللي طلعت معانا حيكون في لكل فولدر فايل. طبعا ممكن احنا حسب يعني الكونفيجريشن نختار انه الفايل يكون one فايل للكل، او يكون فايل في كل مجلد حسب الكونفيجريشن اللي انت حتختارها. هون بنشوف المعلومات اللي استخرجناها من الفواتير، موجود عندك الكومباني نيم، الانفويس نمبر، بوستال كود، توتال اماونت، والباث اللي موجود في الايمج. طبعا هذا الشيء بيفيدنا كثير في عمليات الأرشفة، فاحنا ممكن ببرنامج بسيط جدا نقرأ هذا الإكسل شيت ويتم أرشفة الملفات مع المعلومات في نظام الأرشفة أو الـ ECM Solution. هيك انتهت العملية، وبهالطريقة هاي رتبنا شغلنا وسهلنا علينا كثير عملية الاسكان وعملية ترتيب الأوراق والملفات.